بالتيشيرت كهربا دخل الفندق وفاء عامر قلبت الدنيا باللي عملته، وفنان شهير غنى لأول مرة، وموقف محرج الانتصار على المسرح، وظهور مفاجئ لليلى غفران في حفلة على أعلى مستوى في أشهر الفنادق في مصر حضرها كل نجوم الفن والغناء والمشاهير وكبار رجال الأعمال، والكل كان منبهر من الفخامة. اتضح إن ده مش فرح ولا حفلة، ولكن افتتاح لشركة حراسات خاصة ونقل الأموال. فحجم الافتتاح ده يقول إن صاحبها حد تقيل في البلد ومصاحب كل المشاهير. تعالوا نعرف مين صاحبها القوي التقيل اللي كل المشاهير راحوا له. هتتفاجئ من اللي حصل في الافتتاح. الساعات اللي فاتت الدنيا كانت مقلوبة بسبب افتتاح لشركة اسمها نوار للحراسات الخاصة ونقل الأموال لرجل الأعمال محمد نوارة. اللي أحيا الحفلة هو المطرب محمد شاهين بأغانيه الشعبية، وكمان غنى أغاني قديمة لأم كلثوم وسلطن كل الحضور، وخاصة وفاء عامر. أيوة كانت عاملة جو لطيف وما بطلتش غناء ورقص مع محمد شاهين، لدرجة إنه ساب المسرح ونزل وقف قدام الترابيزة اللي كانت قاعدة عليها هي ومجموعة كبيرة من الفنانين، وغنى معاها واداها المايك وغنت هي كمان. ولما طلعت معاه على المسرح أشادت بصوته وإحساسه وكانت مبسوطة بيه جدا وبالأجواء اللي هو عاملها. الحفلة كانت في فندق دويست في التجمع الخامس الساعة 7، ومن كتر فخامة اللي حضروا وفخامة الفقرات والاحتفال والأكل اللي تقدم للضيوف فكان أشبه بالفرح. كهربا ظهر في فيديو وهو بيتكلم في التليفون ودخل من باب الفندق، والكل كان فاكر إنه معزوم، ولكن هو استغرب من كل الناس اللي بتصوره وقال أنا معرفش في إيه جوه، أصلا أنا داخل أتعشى مع صحابي. عدد كبير من النجوم حضروا غير وفاء عامر زي انتصار اللي ألقت كلمة على المسرح واتحطت في موقف محرج إنها بعد ما خلصت محدش من الحضور سقف لها، فهي خدت الموضوع بهزار وقالت فين السقفة؟ أنا قلت خطبة طويلة عريضة وتعبت. كمان حضر أحمد بدير وأحمد سلامة ونهال عنبر ورندا البحيري ونرمين ماهر وعايدة رياض وطارق النهري وطاهر أبو ليلى ومحمد عز كمان ومحسن منصور وليلى غفران والمستشار محي بدراوي وإيناس عز الدين ودولي شاهين وكمان الفنانة نانيتا اللي قلبت الدنيا بإطلالتها الجريئة ورقصها على المسرح. نانيتا انتشر ليها فيديو وهي بترقص بحركات جريئة على أنغام أغنية عبد الحليم حافظ، وده قبل ما يبدأ مراسم الحفلة. وطبعا المعلم نخنوخ حبيب الكل واللي بيعمل الواجب مع الجميع كان من أبرز الحضور. ليلى غفران ظهرت وهي بتسلم على المعلم صبري نخنوخ وبتتصور معاه وقعدت على نفس ترابيزته، وطبعا الكل اتفاجئ لانها بقالها فتره بعيده عن الاضواء. كمان كان قاعد معاهم زوج الفنانه هاجر احمد، ولكن هي ما حضرتش لانها لسه والده من كام يوم، فاكيد ده اللي منعها من الحضور. كمان محمد عز طلع على المسرح مع محمد شاهين وغنى معاه، والكل اتفاجئ من صوته الحلو. عز عمل أكتر من أغنية شعبي وقال قبل كده إنه مجرد بس بيعمل حاجة بيحبها، لكن هو مش هيسيب التمثيل لأنه في الأصل ممثل ودي حاجة بيشاركها مع الناس مش أكتر. المعلم صبري نخنوخ راح الافتتاح بعربية جديدة في منتهى الفخامة، والكل اتفاجئ إنها بشاشة كبيرة وإمكانيات عالية جدا. وطبعا في نهاية الحفلة أخدوا كل الحضور والمشاهير صور تذكارية مع رجل الأعمال محمد نوارة صاحب الليلة الفخمة دي كلها، وقالوا بعلوصتهم نوارة. طيب هي إيه الشركة دي؟ وإيه حكاية صاحبها؟ وإيه علاقته بالمشاهير والفنانين؟ حساب الشركة نشر مجموعة من الفيديوهات التعريفية بالشركة، وقالوا إن الشركة شركة مساهمة مصرية لتأمين رجال الأعمال في مصر والدول العربية وتأمين المؤتمرات وكبرى الأندية المصرية، وليهم فريق متخصص ومدرب بأعلى المعايير الدولية وخبرة كبيرة في المجال، وشعارهم ثقة أمان ضمان. وطبعا كتير من لوكيشنز التصوير والمسلسلات بتحتاج حراسات خاصة، فممكن يكون ليهم دور في الجزء ده.